تقبلي تتجوزيني؟ ده يبقى أسعد يوم في حياتي. السلام عليكم. عليكم السلام. ما تتجوزيني؟ ده يبقى أسعد يوم في حياتي. يوم في وانا بسمع الاسطوانه دي كده. طيب اتفضل بقى، تعالى قوم معايا اطردها حالا ودي احسن.
مشينا 20 شغاله لحد دلوقتي. مش نفع، مش داخله مزاجي. يا ست هاني مش شغاله، دي بشر زي زيك، مش ممكن حلاقي لك شغاله على مقاسك. فتحي ما تنرفزنيش. طيب حاضر حاضر، ما تنرفزنيش، همشيها واديها حسابها. يلا. حاضر، دقيقة واحدة. اتفضلي يا استاذ، الإذاعة معاكي. ألو، أهلا يا عاطف، إزيك؟ الحمد لله. ها؟ بجد؟ مش معقول، برافو عليك. لا لا لا، طبعا طبعا، حاجة حالة. أوكي، باي باي. إيه؟ اسكت يا فتحي. هعمل مناقشة مع وزير التموين وهناقشه في كل المشاكل اللي بيحس بيها كل بيت. يا سلام يا ست هاني، خليكي فيا انا وفي مشاكلي انا. مشاكل ايه وبتاع ايه؟ خليكي معايا انا، احس بيا انا مره واحده. طب وانت مالك يا فتحي؟ مالي؟ نفسي احس ان انا راجل متجوز وعندي ست بيت بتهتم بيا، بتحبني، بتقولي عايز ايه يا فتحي؟ نفسك ايه يا فتحي؟ محتاج ايه يا فتحي؟ اتكلمت يا فتحي؟ اتكلمت؟ الكلام ده ما يقولوش اتنين متجوزين وعندهم مسؤوليات يقولوا ناس مخطوبين مراهقين. يا ست هاني الكلام ده يفضل يتقال طول العمر. لا 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 يا فتحي، انت لازم تفكر بمنطق سليم احسن من كده يا حبيبي، ولا انت بقيت مراهق فعلا؟ مراهق؟ انت جاية تجري شكلي. انا جريت شكلك دلوقتي. هو دلوقتي بس انت بتجري شكلي من يوم ما اتجوزنا. من حسن حظك اني مستعجله، والا كنت ناقشتك واقنعتك وطلعتك غلطان في كل تفكيرك. باي باي. باي باي. اهلا وسهلا يا استاهاني، مشرفت يا استاهاني. البيت تحت امرك في اي وقت يا استاهاني. ايه ده؟ مش معقول، اسانسير اتعطل. ايوه ايوه، ما تتصرف يا استاذ، اعمل اي حاجه. ايه يا عم عثمان؟ يا سلام، هو ده اللي قدرت عليه؟ طب وعايزين اعمل ايه؟ ارعى بالصوت؟ ليه لا؟ اسف، رعى الصوت ده من اختصاص ستات، اتفضل حضرتك ارقعي زي ما عجبك. انا كفايه عليا اقول يا عم عثمان. يا استاذ انا واحده ست، مش معقوله ازعق. امال بس شاطرين تزعقوا في البيوت افندم؟ لا مفيش. انا حندل البواب وامر لله. يا عارف كده استاني، تقدر تقولي لي مين هيسمعنا وهو فاتح صوته بالشكل ده؟ من حقه هو كمان ينده بطريقته. ما هو ينده هو، ينده انا. هتحط عقلك بعقل كوكو؟ دي مساله كرامه استاني. الحمد لله، ريح روحك، اهو الاسانسير اتحرك لوحده. اتفضل. ايه اللي تأجلت؟ لا مؤاخذة يا باشمهندس. الأستاذ جوه؟ موجود يا فندم، اتفضل. والله إذا كنتم متأكدين إنكم جاهزين، أنا جاهز. لا أجي حاضر. حاجة إن شاء الله. طيب، مع السلامة. أهلاً شيخ فتحي. مالك ضارب بوس ليه؟
قلقان. من ايه؟ من كله. ايه بس مالك؟ اللي بنام فيه بصحى فيه. ما كنا مستريحين في العزوبيه، قعدتوا كلكم تقولوا اتجوز يا فتي. ده الجواز كله انا وراحت بالي يا فتي. النهارده وانا في اسوء ايام حياتي مش لاقي حد يقول لي شد حيلك يا فتي، ربنا يكون في عونك يا فتي، شد وتزول يا فتي. طب اقعد بس يا فتح، اقعد. وين؟ اقعد. ابراهيم اديني البيت وحياتك. مش انت اللي اخترت عروستك بنفسك؟ حد كان ضربك على ايدك وقال لك والنبي اتجوز دي؟ هو انا متجوز؟ دي يا مشغوله بره البيت يا بتتخانق جوه البيت. الستات يا ابني زي البطيخ، يا تطلع لك شليان وحمره وتعمر معاك طول العمر، يا تطلع قرعة ومسخه وتعمل لك تلبك مزمن طول حياتك. بطيخ ايه وتلبك ايه؟ هي دي المحاماه بتاعتك؟ طب روق بس. وين؟ الو منى، حياتي، روحي، عقلي، بقى لي نص ساعة وزيادة بحاول أطلبك. إيشي داخل وإيشي خارج؟ مكتب بقى. وحشتيني روحي. على فكرة يمكن أتأخر شوية الليلة دي. رئيس مجلس إدارة صاحبي عيان ولازم أزوره. طيب يا حبيبي. بس ما تخليش الوقت يسرقك وتتأخر. طيب وهو معقول أتأخر يا حبيبتي وأنا بعد الثواني على ما أشوفك. مع السلامة كده حاف؟ مفيش تصبيرة؟ لا دي ما تنفعش. ولا دي كمان. يعني هقبل دي وامر لله لحد ما اجي البيت واخد اللي انا عايزه. قوم بينا يا شيخ فتحي. على فين؟ هنروح مشوار سوا. يا سيدي انت رايح تزور واحد مريض، انا ذنبي ايه اتحشر؟ انا ناقص نكد. زيارة المرضى كلها اجر وثواب. انا يا اخويا والحمد لله مراتي كفرت عن كل ما تقدم من سيئاتي وما تاخر، انا كده ضمنت الجنة. قوم بينا يا شيخ فتحي، ده راجل رئيس مجلس ادارة، حبوب وقعدته حلوة، هينسيك همومك. يلا يا راجل ما تضيعش وقت، قوم بينا، قوم بينا يلا. يلا. هو عنده ايه؟ ومين؟ رئيس مجلس الإدارة. لا بسيطة، شوية فقر دم. نعم، رئيس مجلس إدارة وعنده فقر دم؟ معقولة دي؟ لا حول الله يا رب. دنيا. باين على اهل البيت انهم ناس مبسوطين ويظهر صحته اتحسنت. هو مين؟ رئيس مجلس الاداره. لا ما هو الطب اتقدم الايام دي وبيعمل معجزات. مظبوط. اهلا وسهلا، اتفضل. ادي يا جماعه خبر وحالك. حاضر يا ممدوح بيه. ياه ده انت معروف هنا قوي. عشرة عمر. أي لا 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 مش كده أمار، براحة عليا والنبي. باين عليهم بيدوا له حقنة. بيدوها لمين؟ رئيس مجلس الإدارة. ربنا يشفي كل مريض. أهلا 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 ممدوح بيه. عاش من شافك. أنا كنت هنا من يومين. هم اليومين شوية. مدام إقبال فتحي اخويا الصغير. اهلا اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. سلامه البيه استهانم وربنا يكتب له الشفاء ان شاء الله. دي مين؟ ده فتحي كده دايما غاوي هزار. دمه خفيف زي اخوه. بقول ايه؟ زيزي هانم وصلت مستنياه. اتفضل. عينيا. عن اذنك. عن اذنك. تعال هنا. ايه؟ انت جايبني فين؟ في الورشة. ورشة؟ حكيم انا كل كام يوم اجي هنا اكشف على الموتور، اشحن البطارية واخرج اخر تمام. ايه التخريف ده يا جدعان؟ انت عن اذنك يا شيخ فتحي، عن اذنك. ها.
عزوز بي انست. لا يا فندم، انا فتحي، مهندس فتحي عبد الفتاح، اخويا الاستاذ ممدوح عبد الفتاح اللي موجود عندكم. تشرفنا يا فندم، انعم واكرم. عزوز بي انست. يا فندم بقول لحضرتك ما اسميش عزوز. انا حضرتك مش فاهمني يا فندم، انا اللي اسمي عزوز بي انست. اتفضل يا فندم، اتفضل 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 اتفضل. اهلا وسهلا. حضرتك معلش انا اسف ما خدتش بالي يا فندم. تحت امرك. ووالد حضرتك يبقى انست بيه؟ يا فندم انست ده اسم الشهرة بتاعي، اكتسبته من عرق جبيني وكفاح الليالي. لان طول عمري ارحب بالضيوف واحييهم واريحهم واريحهم، وان شاء الله يا فندم هنريحك باذن الله. ونعم الاخلاق يا فندم. الله يخليك الله يخليك. وحضرتك تقرب للبيه؟ بمين يا فندم؟ انا يا فندم مدير العلاقات العامة هنا. تشرفنا يا فندم. مرسي يا فندم. بقول ايه؟ نعم. اذا كان لحضرتك رغبة تكشف على الموتور، الورشة كلها تحت امرك. الحقيقة يا فندم انا حاجز عربية نصر لكن لسه ما استلمتهاش. ظريف قوي، دمك خفيف شربات. ممدوح اخويا عنده عربيه لكن سواقته وحشه قوي. والله يا فندم ما جالناش منه اي شكوى لحد النهارده. على اي حال يا فندم، انا هسيب لحضرتك الالبوم عشان تنقي العربيه اللي تعجبك والموديل اللي يريحك. تشاو. نهار اسود، ايه ده؟ هي دي الورشة؟ وانا بعيد عنك بحس اني مش عايش، بحس اني متشعلة بين السماء والارض. كلامك ده بيدوخني. لانه طالع من قلبي، من جوه يا روحي. يا حبيبي. اخ يا نا. اشوفك بكرة؟ لا بكرة مش ممكن. ليه؟ مضطر اخرج مع جوزي. اخس، حد في الدنيا يخرج مع جوزه برضه؟ غصب عني. وبعد بكرة هعمل لك تليفون. رئيس مجلس الإدارة. حتة رئيس مجلس إدارة يا ابني حلوة. إيه رأيك؟ مش عيب تستغفلني وتلطعني هنا؟ هو مش أنست بيه جه وسألك وأنت ما رضيتش؟ يا أستاذ أنا عندي مبادئ وقيم. طعام من عشتنا. مراتي مش فاضيالي لكن أخونا وهي على ذمتي. لأ أنا مش قادر أفهم إزاي قلبك يطوعك تعمل العنة المهببة دي بعد ما كنت بتكلم مراتك بالحب ده كله. يا ابني يا حبيبي، الحب زي النار، لو تسيبها تنطفي، لكن لو تشعللها من وقت للتاني تفضل قايدة ومشعللة. وما تعرفش تشعللها لما تخش الورشة دي وتخون مراتك. انت ليه بتسميها خيانة؟ ليه ما تقولش اني بضحي بصحتي ووقتي واعصابي عشانها؟ بتسمي الخيانة تضحية؟ طب اديني فرصة افهمك بالهداوة وانت تقتنع. اتفضل. انا بعد ما بقابل زيزي او غيرها ها؟ بحس فعلا اني غلطت في حق مراتي. ببقى زعلان ومتضايق من نفسي فعلا. بقول لروحي اخص عليك يا ممدوح، دي مراتك ست عظيمه يا ممدوح، انت غلطت في حقها يا ممدوح. وارجع البيت وعدوك اخر ندم وحزن وضميري بيعذبني. كويس الحته دي. طبعا ببقى عايز اريح ضميري من الغلطه الشنيعه اياها. كويس. اول ما بشوف مراتي قدامي ببقى على طول عايز اخدها بين ايديا واضمها لصدري فعلا بكل حب وشوق، بصوره ما بتحصلش لو انا مش حاسس بالذنب ده من جوه. وبعدين بس هات بقى كلام حلو من اللي قلبك يحبه لحد ما احس ان ضميري استريح، او ما انا كمان استريح. انت ما عندكش ضمير. نعم انت ندل.
كتر خيرك جبان. ليه بس؟ ده احساسي، كل ما بغلط بحبها اكتر. يا شيخ بلاش مسخره ولا تقلقش. والله العظيم انا غلطان ان عايز انجر العالم اللي زيك ده وافك عقده. مدام إقبال بتاعتك دي لا شغلانة تانية ولا مكتفية بالورشة؟ لا مكتفية بالورشة. يا راجل دي صاحبة أكبر أتليه في البلد كده؟ أي واحدة تفصل عندها فستان والتاني وفي التالت بقى تكون جايبة رجلها ومديها عضوية الورشة. كانت بقى حاجة تستاهل تكرمها، ما تاخدش منها أجرة الفستان التالت. أجرة إيه بقى؟ ما هو مش هيبقى فيه تكليف تاني. إيه وقفت ليه؟ مش عارف. مال العربية؟ برد الكاوتش نامتها كملت يا سيدي. طبعًا. ما من عمايلك السودا. انا مش فاهم انت متنرفز ليه؟ ها؟ روح هات الكوريك وتعالى هنا غير الكاوتش. كوريك؟ اه. السلام عليكم. تاكس. تاكس. على صريحه دول. وسني كبر على اللف والدوران. حاجة تكفر. شرارة على الضلمة ومطبات ومفيش فانوس واحد. مساء الخير. انا اسف جدا اتاخرت عليك. انا عارف عجله فرقعت مني. وفين؟ في شارع الهرم. ولا في لمبه ولا في فانوس ولا في اي حاجه اضاءه اشوف بيها. شوف يا حبيبتي، شايفه ساعه انا بقى قدرت اصلح العجله. انا اروح احضر لك العشاء. تعالي هنا. انت مش مصدقاني؟ والله العظيم اللي بقوله لك ده حصل. مصدقاك؟ اصل شايفه كده زي ما تكوني مش مصدقاني او مش مصدقاني. لا يا روحي، وانت هتكذب عليا ليه؟ وحياه ابني اللي بقوله لك حصل. ها خلاص مصدقاك. يلا يلا غير هدومك وما تعملش صوت عشان ما تصحيش الولد. ها يعني مش زعلانه مني؟ هزعل منك ليه يا روحي؟ طب هاتي بوس. اه هحضري الغدا بقى، العشاء. حاضر. نفسي ان كل بيت يكون فيه وعي استهلاكي وخطه استهلاكيه، وانا ابتعد عن عاده تخزين المواد التمويليه اللي ملهاش تفسير في رايي الا انها ظاهره من ظواهر الطمع. كنت فين يا فتحي لحد دلوقتي؟ الورشه. ورشه؟ ورشه مين؟ ورشه اخويا ممدوح. الله، هو ممدوح عمل ورشه؟ والله برافو عليه، طول عمره احسن واحد فيكم. عندك حق. فتحي بقول لك ايه، طب ما تعمل انت كمان مشروع زي ده، او يعني اقل ما فيها انك تحط ايدك في ايد اخوك وتمشوا في المشروع ده سوا. على اي حال هو كان عايزني اشاركه من الليله دي وانا اللي مرضتش. مش معقول يا فتحي، وازاي تضيع الفرصه دي منك؟ عشان عندي ضمير وبراعي ربنا. والورشه بقى مالها ومال الضمير؟ ما هو ينتبه للبيت ينتبه للورشة. صحتي ما تستحملش الاتنين. انا عارف نفسي كويس. البيت يصبر ويستحمل يا حبيبي، المهم انك تركز كل جهدك للمشاريع اللي بره لحد ما تقف على رجليك. ما هو لو عملت اللي بتقولي عليه ده مش هقدر اقف على رجليا خالص. رجليا هتسيب، وهتبقي انت اول واحده هترقع بالصوت وتقولي الحقوني بماما تيجي تشوف الخيبه اللي انا فيها. ايه ده؟ والله العظيم ما انا فاهمه حاجه. احسن حاجه انك مش فاهمه حاجه. الا قول لي، هي ورشه ممدوح دي مختصه بايه؟ مختصه بايه؟ اه. انما حبيبتي تغير الموضوع ده الله يخليك. ايوه يا فتحي، هو ده وقته. خلاص. يا حبيبتي انا هروح
ابيض. ايه في ايه؟ بس وانا استحيل اختي وجوزها بيتخانقوا. تعرفي مين الراجل في البيت ده، انا ولا ست اختك؟ في عقد جواز مكتوب انا الراجل فيه، صح؟ كل ده عشان 50 جنيه اشتريت بيهم مية وشويه حاجات عايزين؟ طب دي الفت اللي ساكنه فوقنا جوزها جايب لها يجيب 100 جنيه حاجات الشهر ده، ولا نعمه جارتنا اللي قدامنا؟ محاسن انا ماليش دعوه بالفت ونعمه، انا متجوزك انت يا محاسن، خلينا في حالنا يا حياتي. يا حبيبي يعني انا اقل منهم؟ ولا انت اقل من جوزتهم يا حياتي؟ الو خليك معايا يا فتي. محاسن يا روح قلبي، ايه كل اللي بيطلع لي بديهولك؟ كل حاجه فدا رجليك. ثم قدريني بس، هناكل منين نشرب منين؟ ثم ابني عبد عزيز امل حياتي، هصرف عليه منين يا محاسن؟ دلوقتي جاي تقولي ناكل منين ونشرب منين واربي عبد عزيز منين كده؟ فين هي واحنا مخطوبين؟ كل حاجه في الدنيا بتاعتك يا محاسن، كل حاجه هلاقيها في الدنيا حدالك يا محاسن، كل اللي هورثه من ابويا ومن امي تحت امرك يا محاسن. الو في ظروف، خليك معايا. ها محاسن يا حياتي، انا لسه لا ورثت ولا هبت حاجه. يا سلام، اوعى ورثت ما ورثتش، اصل انت بخيل بطبعك. انا يا محاسن؟ ايوه شوف بتحاسبني على شويه ملاليم يا محاسن. دول 50 جنيه طرش اللي بيطلعوا لي من العيادة، 50 جنيه، يعني يوم ربنا يفرج عليا ويجيني حمار زيادة تدخل في 55 جنيه، كل ده فدى جزمتك يا حياتي. أنا بحبك يا محاسن، بحبك أنت وعبد عزيز يا محاسن. اوعى إيدك. هترجع المايو؟ أرجع المايو؟ عشان خاطري. أنا يمكن أقعد في البيت ده ولا دقيقة، مامتي حبيبتي أنا هروح لمامتي دلوقتي حالا. لا لا فتحي تعالى يا فتحي، العملية دخلت في الزحاليق يا فتحي. يا خبر أبيض، الحق يا فتحي قوم صالحهم بسرعة. لا يا حبيبتي خلينا احنا هنا، دول ناس متعودين على الخناقة، كل يوم بيتخانقوا مش حاجة جديدة عليهم. واجب برضه يا فتحي تروح تصالحهم وتشوفهم مالهم. يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي. حد قال لكم إن أنا مندوب العيلة لشؤون الأمن؟ الله، دي أختك يا فتحي وليها حقوق عليك. ليا أخ أعقل مني وأستاذ كبير قوي في النصائح، يكلموه روح ويكلمهم. من أخطر عيوبك يا فتحي الهروب من المسؤولية، على فكرة دي عادة وحشة ولازم تنتصر عليها. انت كمان هتديني نصايح؟ معظم الناس كده، ما يحبوش ابدا ان حد يصارحهم بعيوبهم. انت مثلا؟ يا سلام. طب بس 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 اروح اصالح اختي ارحم. على السلامة. اخذ الشيطان واقعد يا محاسن. مش ممكن اقعد واحرق في دمك، لازم اروح اقعد عند مامتي حبيبتي. ما هو كده انيل يا حبيبتي. يبقى مفيش حق احل غير اني اموت نفسي واستريح بقى واريحك. تموتي نفسك ما تقدريش لانك بتحبيني وما تقدريش تعيشي من غيري. طب وايجار البيت؟ معلش اروح الشهر الجاي نبقى ندفعه، شهرين مش هيخسر حاجه. طب والاكل والشرب؟ الاكل والشرب هتتدبر، يعني اللي ربنا مش هيربي عبد عزيز. طب يا اخويا وزرير القمصان اللي كل شويه تقع منك. ما تقع، هي بتاعتنا، مفيش زراير بعد النهارده، ومحدش في البيت ده هيلبس زراير ابدا. انا احب امشي القميص مفتوح كده عشان الصيف جاي، واحب امشي اعبي، هفضل اعبي لحد ما اروح في داهيه. يا حبيبي يا صوفة. حبيبتي يا محاسن، انا بحبك حب غريب قوي، فيكي انوثة الغزال المتشرد، فيكي طعامة البط البكيني، فيكي غضنفرة الحمار الوحشي. هما فين؟ انتوا زعلانين بشكل. الله فتحي خير، ايه اللي جابك؟ مرة تانية تقولوا لي الحقنا هاخد فيكم 25 سنة سجن. فتحي قهوة شاي كزوزة، خد حاجة قبل ما تنزل. طب عشان نتكلم بس. روح يا شيخ روح، الله يكفيكم انتوا الاثنين. أنا مش قادرة أفهم أختك وجوزها عايشين بالطريقة دي إزاي. والمصيبة إنها عاجباهم. خلاص، ما دام عاجباهم دي حياتهم وهم أحرار فيها. ما قلناش لأ، بس يسيبوني أنا في حالي. يا سيدي ما تدقش.
ايه؟ في ايه؟ انت هتنام وانت حاطه حصون بارليف دي على دماغك؟ اه ما قلنا بلاش الحكايه دي بالليل عشان اعرف اسرح شعري بكره الصبح وانا رايحه الشغل. استريحت بقى؟ والزبادي ده راخه عشان الشغل. نام بقى وبطل تريق. حاضر. ايه في ايه تاني؟ متهيألي في سؤال مهم جدا وخطير نسيت اساله للوزير. لازم نسيت تساليه اذا كان زملكاوي ولا اهلاوي. يا شيخ انت كمان. عارفه يا منى، كل غنوة حب حلوة بسمعها بتهيألي انها مكتوبة وبتتقال عشاني وعشانك. ساعات اغاني الحب بيبقى فيها عتاب. العتاب على الايام اللي فاتت من عمري من غير ما تكوني معايا. اذا كان الحبيب زعلان من حبيبه ومخاصمه. مخاصمه؟ انا خاصم الدنيا كلها الا انتي. يا كذاب. وحياتك بتكلم من قلبي. من قلبك من قلبك. من قلبي من قلبي من قلبي. يكون في علمك انا من النهارده ماليش دعوه بمشاكل اختك. اي خناقه بعد كده يتصلوا بسيادتك. واضح؟ واضح يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ فتحي. ازاي كوكو بيه دلوقتي؟ والله لسه تعبان شوية. لا سلامته. لحظة تصير تعطل تاني. ولا يهمك. يا عم عثمان. صوتك عالي المرة دي. طبعا عادة الواحد صوته التاني مرة بيعمل شوية. كويس. وهو بسلامته عيان بيه؟ عنده ضعف، ما بياكلش خالص. مجنني والله. يا حرام. دكتور كتب لي على 3 حقن اخرهم بكره. الشفاء ان شاء الله. اشتي قوي على شعورك ده. ثلاثة وأنا ميت من الجوع. يعني عايز أنا أعمل إيه؟ هتصرف. طيب. 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 سلامة. عيشة تقرف. اتفضل حضرتك فوق المكتب. انا مرتاح كده. هناك اريح يا باشمهندس. انا مبسوط كده. ابن الكلب هيخوفوا الزباين ويطفشهم اكتر ما هم طفشانين. يا اخويا من كتر الزباين اللي عندكم عشان هيطفشوا. انا مالي هزعل نفسي ليه؟ ما اللي يطفش يطفش واللي ما يطفش لعنه ما طفش.
اجيب لحضرتك حاجه ساعه؟ لا متشكر. طب اجيب لك فته؟ اللي زي ده يا بني ادم ما بياكلش فته، ده بياكل لحمه. لحمه؟ لا كنت انا بقالي 6 اشهر ما باكلش اللحمه. عنتر عيب، عنتر عيب، عنتر عيب، عيب عنتر، عيب عنتر. ايه ده، هو ده البوبي بتاعك؟ اصل اشتريته النهارده الصبح ومن ساعتها وانا محتاس بيه، قلت يا ريتني اقابلك عشان اسالك. ليه؟ بصراحه انا اصلي غشيم في حكايه الكلاب، وكان غرضي نتباحث شويه في الموضوع ده سوا. يعني عايز دروس خصوصيه؟ يا ريت. طب وليه كل ده؟ غرضي اربيه تربيه حديثه تشرف. بدل ما ينحرف ويبقى خصم عار في جبين الكلاب كلهم. بس الموضوع ده عايز قعده كبيره. نقعد، انا شخصيا ما عنديش حاجه الليله. بس الليله دي انا مشغوله. نقعد بكره. بكره مسافره اسكندريه وهقعد كام يوم. يضايقك لو نسافر سوا ونتفاهم هناك على راحتنا؟ مش عارفه اقول لك ايه. ارجوكي تفكري في مستقبل الغلبان ده. عيب يا عنتر، عيب. اهو ده اللي كان ناقصني، تجيب لي كلب زي ده وتحطه لي في وسط الشقه. طب اعمل ايه بس يا حبيبتي؟ ما انا كل ما اقول لك نجيب عيال تقولي لي لا. قلت خلاص بلاش العيال، نربي كلاب. الكلام العجيب اللي بتقوله ده يا فتحي. ده مش كده وبس، ده انا هجوزه واحده قده مرتين واخليه يخلف كل سنه دست الكلاب ونربيهم معانا هنا في البيت. يتربى في عزك يا حبيبي. في حياتك يا عينيا. فتحي. نعم. يكون في علمك، يعني الكلب ده في البيت. صدقت يا حبيبتي؟ لا اطمني، هبقى اخده معايا وانا خارج. ما هو خلاص انتهت مهمته. ايه اللي بتعمله ده؟ مسافر اسكندريه. اسكندريه؟ بتعمل ايه بقى هناك؟ واحد صاحبي رئيس مجلس اداره عيار مسكين عنده حاله فقر دم. رايح ازوره واطمن عليه. يا حاجه دي؟ كده؟ ومن امتى بقى بتجامل وبتعرف الاصول؟ شوفي بقى. من هنا ورايح اي واحد عيان صاحبي ولا مش صاحبي حضوره واطمن عليه. قلت ايه؟ ولا حاجه. ايوه. اهلا يا منى. ايه اخباركوا؟ ايه كويسه، بتسلم عليك. اديني ممدوح. خرج؟ طيب لا معلش، انا هعرف طريقه. اهلا اهلا اهلا، انست يا فتحي بيه. اهلا اهلا, أهلاً. هجيب الالبوم المره دي. طب بس يا واحده، بس لحظه، انا عايز اقابل اخويا ممدوح في حاجه مهمه جدا. ممكن؟ اتفضل اتفضل يا سيدي. يا روحي انت بالنسبه لي غابه من السقان، العذاب فوق. السلام عليكم. يا اخي انا متاسف متاسف. اهلا شيخ فتحي، تعالى. خير؟ قول لي انت لما بتسافر اسكندريه بتنزل فين؟ في الزيارات الرسميه فندق فلسطين، في الرسميه قوي في بنسيون كابري. ايه وده ايه اللي بتعمله؟ بطير اي شعرايه من بتوع رئيس مجلس الاداره. الاحتياط واجب. وده ايه؟ ده نوع معين من البارفان، ما يخليش اي اثر لبارفان. ما شاء الله. الحبوب دي بقى تضيع ريحه الويسكي. طب قلت لي اسمه ايه الباتشون؟ كابري. انت مسافر ولا ايه؟ لا دول يومين بكتير، مفيش غيرهم. في ايه هناك؟ لا ولا حاجه، ده واحد صاحبي رايح ازوره عيان. صيبة يكون صاحبك ده رئيس مجلس اداره من بتوعي. لا ما تخافش. السلام عليكم. اتخانق مع مراته يا ستي؟ طب انا ذنبي ايه؟ مش كفايه محاسن وجوزها اللي ليل ونهار مجرجرنا عشان نصالحهم على بعض؟ معلش يا حبيبي، فتحي برضو اخوه. ايوه اخويا، ما قلناش حاجه، بس انا مش فاضي للحاجات دي اطلاقا. انا مش قادر افهم، ما دام مش قد مسؤوليه الجواز بيتجوزوا ليه؟ طب ما قالكش هما اتخانقوا ليه؟ الله اعلم. هي قالت له كلمه، لها كلمه، شدوا مع بعض، خد بعضه وراح رايح على اسكندريه على طول. فكرة كل الستات طعمين وأمارات ويحافظوا على جواسهم زي كده. هتتأخر في اسكندرية؟ وأنا أقدر برضه يوم واحد وحياتك وأرجع لك على طول. أعقله وأرجع حالا. إلا بقى لو زرجن. هتعمل إيه؟
اوقفه عند حده طبعا واجيبه واجي. بقول ايه يا روحي؟ ايوه. ايه رايك لو جيتي معايا اسكندريه؟ ايوه. عارف 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 هتقولي ايه؟ الولد ما اقدرش اسيب الولد، ما عندناش شغاله، ما فيش داده ياخد برد يعطس حصبه في اسكندريه تغيير الجو. مسكينه يا روحي، مسكينه، ياما بتضحي ياما بتضحي عشان خاطر ابننا. ربنا يخليني اعوضك عن كل الايام اللي بتروح منك. السلام عليكم. مدام ياسمين. ايوه. هاي. اهلا. انا اسف اتاخرت عليكي، اصل كان في زحمه شديده على شباك القطر. قطر ايه؟ احنا هنسافر بعربيتي. عربيتك. خلي بالك من محل في غيابي يا كريمه. هتتاخري في اسكندريه يا مدام؟ يومين ثلاثه. طيب يلا. انت هتاخدي بوبي الحبوب معاك ولا ايه؟ ما يقدرش يبعد عني ابدا. بس انا خايف ياخد له لطشه شمس ولا حاجه. عندك حق. خلي بالك منه يا كريم. من عينيا. حبي يا كريم. حبي. ايوه يا كريم. من عينيا. باي باي. باي باي. على فكره المحل ظريف جدا. عجبك؟ يجنن. عملته من 3 سنين، بقى اشهر كوافير في الحته كلها. برافو عليك. يلا بينا. صباح الخير. انا اخو الاستاذ ممدوح. لا، الاستاذ ممدوح. الاستاذ ممدوح عبد الفتاح المحامي. الاستاذ ممدوح عبد الفتاح الافوكاتو. ايوه، اللي بينزل دايما عندكم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا اهلا. انا اخوه. اهلا بيك يا فندم. وعايز انزل عندكم زيه. لا زيه. زيه بالظبط. فول بورد. فول بورد. ايوه. على كل حال احنا الاوتيل بتاعنا كله فول بورد. اهلا اهلا بيك. مفاجاه مفاجأة عظيمة مش كده؟ أهلاً 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 أهلاً. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أنا أخو فتحي. والله ممدوح عبد الفتاح محامي. جنايات، مخدرات، طلقات، جوازات، بتاع كله أنا. أي خناقة. أي خناقة تحت أمرك. أهلاً أهلاً. تعرف إن دمه خفيف أوي؟ طبعاً أخويا وعارفه كويس. أهلاً. المفاتيح بفضل. أيوه يا عاطف، 34 و35 فول بورد. الطين بيطلوا على بعض، بيطلوا على البحر قصدي، في الدور اللي فوقينا على طول. كويس. عشان ما تتعبش من السلالم. حصل. الدور الاول. شكرا. انا بقى هجهز الجمبري والمشوي. باذنك. ايه فتحي؟ نعم. انا عايزك. عايزك اخوك عايزك. ايه؟ عايزه في مشكله. طب انا هطلع فوق بقى. طب باي باي، مع السلامه. ازاي دلوقتي؟ وجيت هنا ازاي؟ ايه اللي عايز ايه؟ اخويا وجاي اطمن عليه في الغربه، كفرت؟ مالكش دعوه بيا. بقول لك ايه؟ نعم. دي مش من الصنفيات بتاع اقبال وشركائها، دي حاجه تانية. بقول لك ايه؟ نعم. انت جبان. متشكر. وندل. كتر الف خيرك. وما عندكش ضمير بالمره. وبعدين بقى طولت اللسان دي؟ تحرم تطول لسانك انت عليا؟ احرم؟ بس سيبني في حالي. 34 35 وفول بورد. سيبني في حالي. ما تخافش. ما انا كمان 37 38 وفول بورد برضه. طيب كويس. شد حيلك يا اخ. لا يا بدر،
بعيد أهلا. يلا بس تعالي. خذي معونة. ليه بقى مش عايز تروح البحر؟ تتجنن في حد يعوم في الوقت ده. حبيبتي بالنهار البحر للناس كلها. كلب وكلام بقى رسمي. رسمي. خص عليه. والله أنا لو منك أشتكي للمحافظة. مين ده؟ أبو جلام. تشتكي أبو جلامبو للمحافظة؟ أنا أشتكي وأشتكي عائلة جلامبو بحالها. يظهر العطة جت في العرق. رجلي نملت. طب تعال جرب تمشي عليها شوية. تعال يا متدلع. متدلع. لا 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 لا. مش ممكن. مش ممكن. بقول إيه؟ إيه؟ هي أول مرة تحصل لك؟ طبعا. تحب أجيب لك دكتور؟ لا لا حبيبتي ليه مفيش داعي. يعني إن شاء الله هتخف من نفسها هتخف. معلش ما تزعليش مني ها؟ سامحيني. أسيبك تستريح شوية. أبو جلامبو. يا راجل شوف لك أسطوانة تانية. يا سيدي بقول لك قرصني. فضحتنا. خليت رقبة العيلة زي السمسمة. بصراحة أصل دي أول مرة أحاول أخون فيها نوال. عشان كده قلبي مش مطاوعني. معلش. هنعتبر إن إمبارح دي كانت بروفة. المهم النهاردة. النهاردة. لازم تثبت وجودك. لازم تثبت إنك أخويا. هثبت وجودي حاضر. يلا على البحر. إيه يلا. كلام بوالي مش نروح بقى عشان يطلع لنا ابو جلامبو. ما تخافيش مش هيطلع تاني. بونسوار. بونسوار يا فندم. جود لك. اهلا انا جود لك يا فندم. اهلا 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 وسهلا. استاذ ممدوح رجع. ممدوح بيه ما خرجش من اوضته خالص يا فندم. ما خرجش خالص؟ ابدا ما هو اصل الزباين عندنا هنا نوعين. زي. نوع مشتعل جدا ونوع منطفئ جدا والظهر ان ممدوح بيتحرق جوه الاوضه. شكرا. بقول ساعتك يا فندم. ابعت لك ازازه ويسكي. يا ريت لو ما فيش مانع. تحت امرك يا فندم. شكرا. مع السلامه يا فندم. الظهر عليا حصل بالمطار. مالك؟ مش جايين منهم. تبع في مانع نقعد نتكلم مع بعض شوية؟ لا أبدا نقعد. بس هنقول إيه؟ هنقول أي كلام يعني. بقول إيه؟ إيه؟ أنا بعت طلبت إزازة ويسكي عشان في مانع؟ بس أوعى تستغل سذاجتي. يا خبر وده معقول؟ مش قادر بقى. ما تفكرنيش كفايه اللي جرى لي منه.
صباح الخير. الأنس، إيه رأيها في الحب؟ الحب؟ الحب لذيذ قوي كده. نوال، صباح الخير. أهلا يا مولى. إزاي؟ إزايك حبيبتي؟ سألت عليكي في الإذاعة، قالوا لي إنك هنا. لقيت نفسي فاضية، قلت آجي أدردش معاكي شوية. خير يا حبيبتي؟ قولي لي يا نوال. نعم. هو حصل حاجة بينك وبين فتحي؟ فتحي؟ لا أبدا يا مولى. يعني ما اتخانقتوش مع بعض؟ يا ستي حكاية الخناق دي مش جديدة، هذا احنا بنتخانق كل يوم، دايما زعلان، دايما متضايق، دايما عصبي، ده مش طايق يسمع كلمة مني. يلا ادي احنا تعودنا على كده. طب امال سافر اسكندرية ليه؟ راح يزور واحد رئيس مجلس ادارة صاحب عيان. ما قالكيش هيرجع امتى؟ قال يومين بالكتير. طب ايه رأيك نسافر لهم بكرة؟ هو ممدوح كمان في اسكندرية؟ اه، ومنها تبقى مفاجأة ليهم ونقضي كم يوم معاهم. بس يا منى انا عندي تسجيل بكرة في الإذاعة. يا شيخة سيبك من حكاية الإذاعة دي بقى، جوزك أهم. والنادي يا نوال، علشان كمان مسافرش لوحدي. طيب. يا حياتي. نازلين في اللوكان ده دي منين؟ ما تشغليش بالك بالموضوع ده، المهم اني عرفت. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. من فضلك الاستاذ ممدوح عبد الفتاح ابن حي والاستاذ فتحي اخو نازلين هنا مش كده؟ هما انا مدام المهندس فتحي والهانم مدام الاستاذ ممدوح، هما موجودين. احنا مراتاتهم. مراتاتهم؟ ايوه. يا خرابي يا مراتاتهم. ايوه. يا خراشي يا خراشي. من فضلك ممكن نطلع لهم؟ قوي بس بقول لك ايه، وحكايه امي كل واحده تملأ اصل و48 صوره من هنا. بس عملنا بس دول كتير قوي يا فندم. ده شغل. ما تقعديش تقولي لي كتير. اتفضلي، ده شغل. بس ايه ده؟ ايه؟ خلاص انا يقولوا لي تعالى اجي اجي اروح. اتفضلي املي. مين؟ بترجاكي ان احنا نجيب اولاد، ما يحللكيش الاولاد الا النهارده. يا حبيبي حلاوتها في حموتها. معلش يا فتحي ما تزعلش مني يا حبيبي، انا ما عدتش هعمل لك حاجه تزعلك ابدا. ما تزعلش مني يا حبيبي. ربنا يديك الصحه. ومن ساعه ما جيت وانا شغال شغال والله ما همتش. ما عندكيش فكره. اقنع فيه اقنع فيه اقنع فيه وهو مزرجل، تعبني قوي. قول لي يا ممدوح. نعم. يكونش فاتي؟
بيلعب بديله بيخون مراته. والله يا منى انا فكرت في الموضوع ده، خصوصا انت عارفاني موتي وسمي اللي يخون مراته. طبعا يا حبيبي ده عيب خالص. عشان كده بقى انا اتكيت عليه قوي في الموضوع ده جدا. انت مؤدب حلو. لا انا ما اسكتش، انت عارفاني في الحاجات دي ما عنديش هم ارحميني ابدا. صح. ايه رحت عامل ايه؟ بطلع هدوم يا حبيبي. هدوم؟ عشان اليومين اللي انت قاعدهم هنا اقعدهم معاك وما اسيبكش ابدا 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 ابدا. يا سلام يا روحي. يا سلام عليك. طلعي هدومك كلها. جعانه طبعا زيك. قوي 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 قوي. هطلب الفطار حالا. الو. ها يا سيدي. دينا فطار والله اثنين. قال ايه؟ تقول ايه؟ مصر طلباني؟ يا فندم انا ما قلتش حد طلبك. انا بقول يعني تحب قهوه ولا شاي على الفطار؟ ايوه يا ابراهيم افندي. علي صوتك مش سامعك. ايه؟ امتى الكلام ده؟ وكيل النيابه بنفسه؟ لا ابدا. مسافه السكه هكون عندك. هكون عندك في مصر. طيب. هقابلك عند وكيل النيابه. سامع يا روحي؟ سمعت يا روحي. أنا جاهزة للسفر. اسمعونا على العربية. حاسب يا فتحي. أهلا يا فندم. أهلا. يظهر إن صحة سعادتك تعبت قوي في اسكندرية. أهلا. أهلا. البيع عشانك. شكرا. شكرا. مع السلامة يا فندم. ألف سلامة. نشوف وشك بخير. الله يخليك. خد بالك من البضاعة. البضاعة لا ما تخافش، اطمن على البضاعة قوي. أنا مش حمام. الو. ايوه يا فندم. حاضر. تحب تكتب ايه على الكارت يا فندم؟ عزيزتي ياسمين، ارجو قبول عذري وتقدير موقفي. وتقدير موقفي. ايوه يا فندم. لا بلاش الكلام ده، هنغير، هنقول حاجه ده. عزيزتي ياسمين، لا اجد الكلمات التي اعبر بها عن اسفي لما حدث. أرجو قبول عذري. أرجو قبول عذري. معلش يا أستاذ، هنغير كمان مرة. عزيزتي ياسمين، بحبك. 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 ضروري ثلاث مرات يا فندم. حاضر. أحبك. 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 عزيزتي ياسمين، بحبك. 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 وحضر احبك لاخر يوم من عمري. جملة نسيت اقولها لبتاع الورد. جيت اقولها لك بنفسي. حبيبتي انا عارف انك زعلانة مني. لكن انت عارفة ظروفي. اللي حصل ده شيء طبيعي، كان ممكن يحصل في أي وقت. يعني مش زعلانة مني؟ لا زعلانة طبعا، مش قوي حبيبتي. حبيبتي أنا لازم أرجع دلوقتي على المكتب حالا. وهتسيبني مقموصة كده؟ تسعة بالدقيقة هكون عندك عشان أصلحك. ومن غير ما تبص في الساعة؟ مش هبص في الساعة، هفضل معاكي لحد ما تطلبيني. المية اللي سعادتك طلبتها. اتفضل. شكر. آه.
حياتي. تصور اني من ساعة ما جيت المكتب وانا عايز اطلبك. لا ابدا ما فيش حاجة. بس حسيت اني نفسي اسمع صوتك واطمن عليكي. الله 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 الله. انت عيان يا فتحي؟ امال ايه بقى الكلام الحلو اللي انت عمال تقوله ده؟ كده؟ طب يلا بقى تعالى بسرعة. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ انت نسيت ان احنا عازمين ماما وبابا على العشاء من الاسبوع اللي فات؟ عشاء؟ والليلة دي بالذات. ايوه بس الليلة دي يا حبيبتي انا كنت عامل حسابي اني هزور واحد صاحبي عيان اطمن عليه. فتحي اوعى تكون بتفكر تعتذر، انت عارف ان بابا وماما عصبيين وبياخدوا على خاطرهم بسرعة. طيب 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 ما تتنرفزيش ما تتنرفزيش. جاي حالا. مع السلامة.
انا نمت خلاص. تصبح على خير. خص عليك يا فتحي، امي بلا تقوم تقعد معايا شوي. ها فتحي، ايه اللي في دراعك ده؟ ايه جاي؟ لا دي خبطت، اتخبطت في الباب بتاع المكتب وانا خارج، خبطت في الاكره بتاع الباب. ده اللي يشوفه يقول حاجه تانيه. شيخه اعوذ بالله، بلاش الكلام ده. طب معلش يا حبيبي، حقك عليا، بس قوم اقعد معايا شويه. انا يا حبيبتي انا تعبان وعندي شغل الصبح بدري. الله يخليك. انام بقى. قوم بتقوم تقعد معايا شويه يا فتحي. النبي يا فتحي قوم بقى. ماشي. مش بايخ. الو، ايوه يا مصطفى، دخلتوا في الزحليق تاني؟ طب انا جاي لكم حالا. ايه 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 ده، ايه ده، ايه ده، ايه جاي لكم حالا دي بقى كمان؟ الله، اختي وجوزها بيتخانقوا. يا سلام، ما طول عمرهم بيتخانقوا. ما انت كل مره قلت خلاص بعد كده انا ماليش دعوه بيهم. لا يا حبيبتي ما يصحش، دي اختي برضه ولازم اطمن عليها بنفسي، مش معقول. معلش يا حبيبتي. معلش يا حبيبتي. طيب معلش يا حبيبتي، اخته لازم يطمن عليها. الو، ايوه مصطفى، قلبي عندك. لا فتحي مش هيقدر يجي النهارده، اللي نادي بالذات هو تعبان جدا. ها لا، ممكن انت تتصل بممدوح، ممكن يفيدك اكتر. ها ولا ايه؟ مع السلامه. امان الله. الو، اهلا يا مصطفى. لا ممدوح لسه ما جاش، لكن اكيد راح يزور واحد صاحبه من اعضاء مجلس الاداره. حاضر، لما يجي هقول له. باي باي. عليا الله ينكد عليها. رحت اوصل واحد صاحبي حبيبتي، محامي، محامي بيشتغل في الحديد والصلب، ساكن فين البيت؟ في حلوان جنب شغل، بيته كده والعين كده. انا وصلته من هنا وزي ما تكون عين وصابتني. العربيه عطلت. وطي صوتك، الولد نايم. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي اني الاقي حد جنبي يساعدني ينقذني؟ مفيش فايده. قلت ما بديهاش بقى، يسيب العربيه تتسرق يا نام جنبيها، خصوصا انا عندي زوجه بتفهم وتقدر الظروف. نمت جنبيها من حيث لا ادري، شاءت الاقدار تبعت لي راجل ميكانيكي مكحكح عنده الكلى وجاي يشرب من العين. هو شرب من هنا وانا اصطدته من هنا، صلح لي العربيه وجيت. المهم ان دايما ربنا بيقف معاك. والله دي بركه دعاء الوالدين يا حبيبتي، الواحد بيعمل بنيته والباقي عند ربنا. بس المهم ان العربيه ما تتعطلش تاني. ما عندكيش فكره قد ايه انا كنت متاسف وانا جاي، وحامل هم انك انت هتكوني مشغوله عليا يا روحي. والله يا روحي، والله انت ملاك، ملاك نزل من السماء وعاش بين الناس في الارض عشان يسعدهم ويهنيهم، وانا اولهم. ربنا ما يحرمني منك ابدا. خير يا باشمهندس. اهلا يا سيد افندي. الحبوب اللي سيادتك طلبتها. متشكر يا سيد افندي. ودي مفعولة اكيد. على فكرة يا سيد افندي، دي مش عشاني، دي عشان واحد صاحبي رئيس مجلس ادارة مسكين عيان ومحتاج شوية مقويات. وماله يا باشمهندس؟ متشكر قوي يا سيد افندي. سلام عليكم. الو، اهلا يويو. وده معقول اتاخر عليكي؟
9 بالدقيقة هكون عندك. ايه اللي بتعمله ده؟ لا ابدا، حاجة شوية. خليك قاعد لسه بدري حبيبتي، يا دوب على ما اوصل البيت. اه صحيح، نسيت انك متجوز. وبعدين معاكي. قول لي يا فتحي، بتحب مراتك؟ لو قلت لك بحبها هبقى بظلم نفسي، لو قلت لك ما بحبهاش هبقى كذاب. طب ليه بتعرف ان تخرج معايا؟ ولا يمكن لقيت فيا حاجه مش موجوده فيها؟ انا ونوال مش قادرين نفهم بعض، وعمر الحب ما يعيش في مكان ما فيهوش تفاهم. كل الرجاله بتقول كده لما يبتدوا يعرفوا واحده تانيه. ما تنساش اللي كنت متجوزة وجوزي سابني ومشي مع واحدة تانية. وتلاقيه برضه قال لها نفس الكلام ده. كنت بتحبيه؟ حبيته، بس احنا كمان ما قدرناش نفهم بعض. أنا؟ أمال أنا؟ كنت مع جماعة أصحابي. وإيه بقى اللي أنت شايله في إيدك ده؟ يا زميلتي افتكرتك نايمة وما ردتش عليك. لا فيك الخير. وبتعمل إيه بقى مع أصحابك دول؟ إحنا كنا بنزور واحد صاحبنا أصله عيان. استنى هنا. استنيت. وأصحابك دول كده بقوا عيانين فجأة مرة واحدة؟ حكمة ربنا، أنا ذنبي إيه؟ أنت فاكرني هبلة هصدق أنا الكلام ده؟ أرجوكي بلاش من أعرف فعلا اللي أنا فيه. إن أنت فيه بقى يا شفتي. أه، والراجل اللي كنا بنزوره صحته وحشة خالص وأنا زعلان عليه، ومش طايق حد يتكلم معاه بقى. أنا مش حد يا فتحي، أنا مراتك ومن حقي إني أكلمك. طب بكلمني الصبح. لا دلوقتي. لا الصبح. بقولك دلوقتي. الصبح وما تطلعش في دراعي بقى. بقولك دلوقتي. تعالى هنا كلمني. بقولك تعالى هنا. بقى عايز كل يوم ترجع وش الفجر وأقف أتفرج عليك. أنت عايزة تقولي إيه بالظبط؟ بصراحة يعني عايز اقول ان كل راجل بتظهر عليه الاعراض اللي ظهرت عليك النهارده يبقى في حياته واحده ست تانيه غير مراته. هي حصلت تتهميني بالحاجات دي؟ طب انا اهو قدامك اهو، في شعرايه حريمي واحده على جسمي؟ لا. شم ريحه ويسكي ولا برفان ستاتي؟ لا. طب ليه الظلم ده؟ فتحي، ايه ده يا فتحي اللي على الفانيلا؟ ايه في ايه؟ داروش. هتدخلي في دماغك في الداخليه كمان؟ لا في روش على الفانيلا. حرام عليكي، بلاش الظلم ده، حرام عليكي، بلاش الداخليه كمان اهي. وادي الفانيلا اهي عشان ترتاحي. يا سلام. تعيش عيشه. يعني رميتها في بير؟ طيب انا هنزل اجيبها. فتحي اتغير خالص يا منى، من يوم ما رجع من اسكندريه وهو كل يوم سهر. كنت فين يا فتحي؟ كان عندي اجتماع مجلس اداره. اجتماع مجلس اداره؟ مادام قالك اجتماع مجلس إدارة يبقى خلاص. وهو بيشتغل علشان مين؟ مش علشانك وعلشانه. ما بقولش لا، بس انا حاسه انه اتغير. امبارح مثلا رجعلي وش الصبح وعارفه شفت ايه؟ ايه؟ شفت روج على فانيلته. يا شيخه تلاقيكي شفتي حاجه ثانيه ومتهيألي. لا، لو مش روج ما كانش رماها من الشباك. هو رماها من الشباك؟ ايوه. طب كويس انه ما رماكيش انت كمان، الراجل لما بيبقى عصبي بيتصرف اي تصرف، هتحاسبيه على رميه فانيلا. يو يا منى، وده وقت الزهر برضه. طب لو كنت انت مطرحي كنت اتصرفتي ازاي؟ ها؟ انا؟ ايوه. بصي يا نوال، انا متهيألي انه فتحي محتاج لحنان في البيت، محتاج لراحه. الراجل مهما كبر برضه بيبقى طفل. منى، انا خايفه لا تكون واحده كلت عقله. يا شيخه ما تبقيش عبيطه، الست لازم تكون صبورة. الراجل مهما لف ودار يسيره برضه يرجع لبيته. يا بيبي مالك؟ ايه مالك؟ ايه اللي مزعلك؟ تعبان تعبان يا محاسن، محدش فاهمني، محدش مقدرني. سلامتك يا روح قلبي. بلاش في العيادة يا محاسن،
معانا بهايم غرب. طب اديني يا روح قلبي 10 جنيه عشان عايز اشتري بيهم جزمه وشنطه. انا مش مديكي 60 جنيه امبارح يا محاسن. اتحولوا بقدرة قادر بفستان شيك علشان سهرة الليلة دي. ايه ده بستين جنيه عالم جايبه لي بردعه بستين جنيه؟ دي بقت عيشه بطها. انا هتصل باخواتك يشوفوا لهم حل وياكي. انت كل شويه تقعد تقول لي هتصل باخواتك، هتفضل على الفاضيه والمليانه تقول لي اتصل بيهم؟ ايه ده، عمرك ما نقعد مع بعضينا ونحل مشاكلنا بنفسينا؟ اذا كانوا هما مش قادرين انا هقدر. والله انت بقيت فظيع بصراحه، مختار اني عشرك بعد كده. اللي رياحك يا ست هانم. ما تتدخلش يا برعي، دي مشكله عائليه بيني وبين مراتي. الكلام ده موجه ليكم كلكم يا بهايم. اتفضلي يا ست هانم، عايزه ايه تاني؟ وكمان بتهزقني قدام العيانين بتوعك؟ لا والله انا رايحه عند مامتي ومش جايه بعد كده اهو. جيت يا نوال؟ خلاص اهو. تأخرنا. ولا تأخرنا ولا حاجة يا سيدي. هو أنت دايما كده مستعجل؟ اتفضل. ألو؟ أيوة مصطفى. الحقنا يا فتحي عمل معروف. أختك عملتها بجد المرة دي. دي سابت البيت ومشيت. طب وعايزني أعمل لك إيه؟ اتصل بممدوح هو يحل لكم مشاكلكم، انا مش فاضل للحاجات دي. مع السلامه. خلاص يا مرمون؟ خلاص اهو. مصطفى ومحاسن يا ست اتخانقوا تاني. حاجه مش جديده عليهم. كل سنه وانت طيبه يا روحي. كل عيد جواز وانت طيبه ليا. ميرسي قوي يا ممدوح. بس ده غالي قوي. غالي؟ مفيش حاجة في الدنيا تغلى عليكي أبدا، على عينيك الحلوة وابتسامتك الأمورة وقلبك الأبيض. بطل مبالغة. والله ما هي مبالغة، هو في ست في الدنيا تستحمل راجل زيي؟ ليل ونهار شغال ومفيش كلمة عتاب واحدة. يا بختي. مش وقت يا حضرة المحامي، تسمح بقى تقوم علشان قلبك ولا ناوي تضيع السهرة عليا؟ أضيع السهرة ونسهر هنا. وبعدين بقى يا ممدوح يلا بقى خليني. والنبي يا ممدوح يلا. دقيقة واحدة. نص دقيقة. خلاص. تسمح تغمض؟ بصراحة ومن غير مجاملة. ايه رأيك؟ حرام عليك بقى، حرام بجد اللي بتعمليه فيا ده. يا ستي انا بشر، انا قلبي ضعيف وما استحملش الحاجات دي. ايه ده؟ حلو الفستان؟ حلو؟ ده جنن يهبل. جبتيه منين يا روحي؟ فصلته. جنان؟ فصلتيه فين؟ عند واحدة مشهورة اسمها مدام اقبال. اقبال يا روحي. الخياطة؟ ايه ده؟ أمال القصير؟ يا نهار بليل بليلة. لا وانتي ايه اللي خلاكي تفصلي عند دي بالذات يا روحي؟ دي ست ممتازة وسمعتها مفيش كده. سمعتها؟ يا روحي وانت ايه اللي مضايقك؟ ده مش أول فستان بعمله عندها. وكمان مش أول فستان. طبعا يا ممدوح، ده أنا زبونتها من قبل ما نتجوز. زبونتها؟ يا روحي. من قبل ما نتجوز؟ يا روحي. يا روحي. الله أكبر الله أكبر. هو في إيه يا ممدوح؟ في إيه؟ إلا في إيه؟ شوفي أنت بقى، شوف انت في ايه ولا ايه ولا ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ هو في حاجه عايز تقولها عن مدام اقبال؟ ايوه في. الست دي سمعتها في كل مكان انها ايه يا روحي؟ انها غاليه قوي، بتاخد كتير قوي في الفستان. يا خبر
الخبر، والله حرام عليك يا ممدوح، دي ارخص واحده من الموجودين. ارخص؟ اي روح. طب ايه رايك بقى انها ما رضيتش تاخد مني ولا تعريفه في الفستان ده؟ ولا تعريفه؟ اي روحي. اي روحي طبعا، اكيد الست كانت نادره نادره وتحقق لها، مش كده؟ انا مش فاهمه انت متحامل عليها كده ليه. انت تعرفها؟ انا اعرفها منين يا روحي؟ اعرفها منين وانا يعني ست وحافظت الفستان عندي دي؟ الو؟ ايوه مش عارف، يمكن. طب باي باي دلوقتي، يلا بقى تعالي هنا. ايه كنت بتكلمي مين؟ ماما. يلا بقى ماما، هو في واحدة في الدنيا تكلم امها تقول لها الو؟ طيب باي باي دلوقتي مش عارفة؟ امال هقول لها ايه؟ يلا يا ممدوح. يلا اتنين بتكلموا من باللاسلكي بالشفرة؟ ما انت عارفة بحب شرغة في التليفون، ما تيلا بقى يا اخي. الو؟ مش عارفة، مش ممكن. باي باي دلوقتي؟ مش أول فستان يا روحي. أنا بعت الواد الممدوح ولا نسيت؟ وصيت عليه وزمانه وصل. فتحي، تحب نبقى نعمل عيد جوازنا فين؟ لما يجي وقتها يبقى يحلها ألف حلال. تاخد كاس دلوقتي ولا تحب نستنى ممدوحهم أنا؟ نستناهم أحسن. طيب على كيفك. مالك يا حبيبي؟ اتغيرت فجأة ليه؟ لا ولا حاجة. عن إذنك لحظة. اتفضل. منور يا زين. مين اللي معاك ده؟ واحد صاحبي. وازاي تسمح لنفسك تخرج معاه؟ جريمة يعني؟ لا بس. بس ايه؟ كان نفسي اسهر، كلمني في التليفون عزمني على العشاء خرجت معاه، ولا كنت عايز نقعد في البيت وانت اللي تسهر؟ ايوه بس انا سهران مع مراتي. مش فاهمة، عايز تحرم عليا اللي تسمحه لنفسك لمجرد ان دي مراتك واللي معايا مش جوزي؟ المفروض ان ليه حقوق عليكي. زي ما ليك الحق تخرج مع مراتك، انا كمان ليا الحق اخرج مع اصحابي. ازاي تقولي كده وانت عارفه اني بحبك؟ لو بتحبني صحيح ما كناش دايما نتقابل في السر. انت عارفه ان انا ما اقدرش اتصرف غير كده. يبقى ده مش حب، دي مجرد رغبه. الحب لازم يعيش في النور قدام الناس كلها. هو ده اللي انا محتاجاه له، وهو ده اللي انت مش هتقدر تديهولي. ما كنتش منتظر اسمع منك الكلام ده في يوم من الايام. وانا كنت انتظر انك تحترم صراحتي وتقدرها، لكن الظاهر انك مش قادر تفهمني. تخيل انك اتاخرت على المدام. فعلا صح. يلا بينا. على فين؟ نروح. ممدوح ومنى اللي عازمين، واختك وجوزها اللي جايين. اصل انا تعبان ومش قادر استنى حد. يلا بينا. يلا طيب على كيفك.
ابدا، بس حاسه اني عايزه اشرب للصبح. محدش غير لغايه دلوقتي، مع اني فاهم اننا اتاخرنا. زمانهم جايين، ما تبقاش عصبي. ايه؟ ايه؟ تعرفي الجدع ده؟ لا طبعا. امال بيبصلك ليه؟ بيدعبلك حواجبه ليه؟ بيرقصلك شنباته ليه؟ اولا ما رقصش حواجبه، ثانيا ما لعبش شنباته عشان ملوش شنب. واخده بالك قوي انه ملوش شنب؟ اشوفك بكره؟ لا يا حبيبي، بكره مش هقدر، بكره مضطر اخرج مع جوزي. الله اكبر الله أكبر. في إيه يا روحي؟ مفيش. أصلي سمعتك بتقول الله أكبر. وهو حرام يعني إن الواحد يكبر؟ لا أبداً أبداً. اقبال يا سيدي. شوف بقى اذا كنت فاهم روحك بتاع اقبال. انا بقى اللي مربيها. عاجبك قوي الفستان الاصفر يا حدق؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ما هي مش دافعه ثمنه. انت عايز ايه بالظبط؟ مش عايز تقول لواحده ست متجوزه عايز تخرجي مع جوزك؟ ها عايز ايه بالظبط؟ التقليل الادب وابن كوعيك. سلامتك. ايه يا راجل ده؟ سلامتك. الله، طب ليه ما جبتهوش عندي في العياده؟ نعم نعم اخويا. يا سي ممدوح مستقلين في نظرك. طب بشرف اي حمار بيدخل عندي العياده متكسر بيطلع زي البتاع ده الحصان. معلش يا دكتور مصطفى، اصل هنا المستشفى هنا اقرب. ما شاء الله الكبد سليم مفيش حاجه خالص. طب ايه يا راجل اللي خلاك ترفص في الناس بالشكل ده؟ ما تنقي الفاظك يا سي مصطفى. كتر الكلام مش كويس علشانك يا ممدوح بيه. اتفضلي انت يا هانم والبيه بكره هيبقى كويس. حاضر. لا ايه؟ تروحي فين؟ مراتي لازم تفضل جنبي رجلي على رجلها. ممدوح يا حبيبي ما دام انت بقيت كويس وحالتك كويسه اروح انا اشوف الولد. لا ايه؟ عيب يا حبيبي، ما هو مصطفى قاعد معاك. انا قاعد معاه للصبح. اتفضلي روحي انت يا مدام. باي باي يا روحي. على البيت على طول. حاضر. كلميني اول ما توصلي. حاضر. ابقي اتصلي بيا كل نص ساعة بالتليفون. لا يجرى لي حاجة يا روحي. بعد الشر عليك يا روحي. باي يا روحي. باي. ايه يا جدع الوهم اللي انت فيه ده؟
ومحدش اتضرب على الا انت. المصيبه اكبر من كده يا مصطفى. الست حرامنا المصون بتفصل فساتينها عند قبال الخياطه. انا مش مديك 60 جنيه من يومين يا محاسن. هتحول بودرة قادر لفستان شيك علشان سهرة الليلة دي. يا خيبتك يا مصطفى. انا ماشي. على فين؟ ده جالك حالف. محاسن يا محاسن. وبعدين وياك يا دكتور، الناس نايمة يا ابني، بلاش فضايح. عايز اتكلم مع مراتي. ايه؟ عايز منها ايه؟ الفستان الجديد اللي راح فيه 60 جنيه بقدرة قادر فصلته فين؟ اشتريناه سوا جاهز انا وهي من شارع الشواربي. طمنتيني. الله يطمنك. طب تصبحوا على خير بقى يا جماعه. معقول يا مطمئن؟ مش معقول. مش ممكن. جربي. مش ممكن. مش ممكن. ما فيش حد بيرد. اطلبيها تاني. 810 160. الحمد لله. نص ساعة بطلب البيت ومحدش بيرد. طلعت شاريها هي وامها. تكون بتفسر فستان تاني. مصطفى. ايه؟ تعال معايا. يا جدع الكبد عندك تعبان. ورايا. حاضر. اهلا اهلا. ودي الطلبيه دي العباسيه. حاضر يا فندم. من عينيا. اهلا بالراجل الهراب. اهلا يا مدام ايبان. مصطفى بيه صديقي. اهلا 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 مدام ايبان. تشرفنا. مصطفى بيه له موضوع مهتم بيه قوي. اصله راجل صاحب مزاج. عيني تحت امرك. انا هانم في مسائل الستات دي. لا مؤاخذه يعني نيله قوي. مش اي حد تعجبني. راجل عندك ذوق. انما نادر عليا. يوم ما الاقي اللي تدخل مزاجي ما يهمنيش اي مصاريف لحد ربع جنيه قروش. دمه خفيف قوي صاحبك. خش في الموضوع مدام اقبال وقتها ضيق. بصراحه يا مدام اقبال الصوره دي انا مزنوق فيها وقالوا لي انك ممكن تصرفيها لي. قلتي ايه؟ الله. الحقيقه هي حلوه وتستاهل بس يا خساره ما اعرفهاش. بدينك. لكن ما يهمكش ممكن اوصلك لاحلى منها. عن اذنكم دقيقه واحده. براحتك. ايه رايك بقى؟ طلعت ما تعرفهاش. جالك كلامي؟ اهي طلعت بريئه. وليه ما تكونش بتداري عليها؟ دي قبال وانا عارفها. يا ممدوح يا اخويا انت ليه تأزم نفسك؟ انت خايف تعيش في نكد. اذا كانت منى بنفسها اعترفت لي انها زبونتها ومن قبل ما نتجوز عايزني اكدبها واصدق واحده زي دي. مصطفى بيه ايه رأيك؟ حلوة؟ نفسي مدام. يا خراب شيء تلحس. قاعد مش وقته. هستناك 5 دقايق. مش هقول لحد يا سيدي. مساء الخير. مساء النور. دكتور مصطفى. اكيد سمعت عني. لا لا. ازاي يا انسه؟ مفيش حمار في البلد ما يعرفش الدكتور مصطفى. حر. ان شاء الله ربنا هيتمم الخير في اقرب وقت. دي مساله ارزاق. اقلع الحزام بقى.
عندي عبد العزيز ابني. لو شفتيه هتتجنني زي القرد قد كده. شكله مفلعط كده. ما تجيبي بوسه بقى. طب تعالى. بجد؟ ممدوح. ممدوح روح انت ممدوح. انا حضرت هنا للصبح في حسني. عربيتي يا رمبيتي روح كده ازاي معاك كبريت؟ ها؟ معاك كبريت؟ مش عارف والنبي ممدوح معاك كبريت؟ لا هو لا هو العسكري مشي؟ مشي طيب خد ايدي بقى نفسك ده. وايه اللي خرجك من المستشفى؟ اسكتي يا حبيبتي اسكتي. اسكتي على اللي نابني واللي جرالي. مش بعد ما سبتني في المستشفى. عيني راحت في النوم. حلمت حتة حلم. شوية حرامية وخطفوكي مني. جريت اتجننت بقيت ماشي في الشوارع زي المجنون. الشوارع ضلمة طبعا. رحت واقع في حتة صحراء ضلمة مليانة طين. واتكسرت يا حبيبتي اتكسرت. كل حته فين اتكسرت بصي دلوعي وايديا ورجليا اتكسرت بشويش تعيش وتاخد غيرها استني قوم غير هدومك قوم طيب اروح
انما تعالي هنا. انت كنت فين؟ انا يا روحي. ايوه انا يا روحي. كنت فين؟ ابدا ده انا ما اتحركتش من البيت. ليه يا شيخ؟ ضربت لك مليون تليفون ما رديتيش. كنت فين؟ انا يا روحي. ايوه انا يا روحي. ابدا ده حتى التليفون ساعات بيعلق غلط. طبعا لا، مره غلط، الثانيه غلط، الثالثه والرابعه والخامسه. ايه ساكته ليه؟ ساكته ليه انت؟ عايزني اقول لك ايه؟ اكدب عليك والف قصص زي ما انت بتعمل معايا؟ الف قصص؟ انا اروح بالف قصص؟ مش فاهم. ممدوح، من يوم ما اتجوزنا وانا عارفه عنك كل حاجه، عارفه مغامراتك العاطفيه، وعارفه كل سهراتك اللي بتقضيها عند مدام اقبال. انا اروح؟ تعال اعرف اقبال. ايوه بتعرف اقبال وبتسهر عندها، وانا كنت عارفه وساكته، وكل يوم اقول بكره يعقل ويرجع البيت من نفسه، لحد ما تعبت وفاض بيا، قلت لحد هنا وبس. لحد هنا وبس. قمت رحت حضرتك تفصلي لي فستان عند اقبال، مش كده؟ لا يا ممدوح انت غلطان، انا لا اعرف اقبال ولا عمري شفتها، وانا لو كنت عايز اعمل حاجه كنت عملتها من زمان، ما كنتش استحملتك، لكن انا باقيه على البيت وعلى ابننا. امال الفستان ده جايباه منين؟ اشتريته جاهز انا واختك، ولو وصلت بيك الدرجه انك تشك فيا ممكن تسالها. طب ليه بس ليه قلت انك تعرفيها؟ علشان تحس بالعذاب اللي انا فيه. يا ريت البوليس قبض عليك انت كمان. بوليس؟ ما تستغربش قوي كده، انا تعمدت ما اردش على التليفون علشان كنت متاكده انك هتسال عليا عند مدام اقبال، واحب اقول لك ان انا اللي بلغت البوليس. ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ رايحه عند ماما. منى، منى انا غلطت، غلطت وسامحيني. ولو كنت انا اللي عملت كده كنت سامحتني؟ حبيبتي بس وضع الراجل شيء ووضع الست حاجه تانيه. في ايه؟ هو علشان انت راجل مسموح لك انك تكون مراتك، وانا علشان ست مش مسموح لي اعمل اللي انت بتعمله؟ اني منطق بيقول كده؟ منطق الرجاله دي زيك، زي ما انت عندك قلب انا كمان عندي قلب، وزي ما انت عندك شعور انا كمان عندي شعور، وزي ما انا بحافظ عليهم انت كمان كان لازم تحافظ عليهم. ما فكرتش مره ان الستات اللي بتروح تسهر معاهم دول ممكن يكونوا متجوزين، وانك بتطعن راجل زيك كل ذنبه ان ادى ثقته لمراته وهي ما قدرتش تحافظ عليه؟ ما فكرتش فيا انا؟ منى، منى انا غلطان، اسمحيلي، انا بحبك يا منى. الحب مش كلمه بتتقال يا ممدوح، انا كمان ممكن اقول لك بحبك واكذب عليك، لكن الحب مش كده، الحب تضحيه واخلاص، ودول للأسف ما لقيتهمش معاك.
الظاهر كان عندك حق. عن اذنك. قد كده بتحبيه؟ انسان طيب، اي واحده تتمناه، لكن ما اتخلقناش لبعض، هو له حياته وانا ليا حياتي. تصبح على خير. هشوفك بكره في نفس المعهد. اوكي، باي باي. حياتنا لا تسير في الطريق السليم، قد أكون أنا المخطئة وقد تكون أنت، ولكن من المؤكد أن الحب قد هجر بيتنا. فشلت في الاحتفاظ بك، ولم يبقى أمامنا سوى الانفصال. إيه اللي حصل؟ إيه اللي وصلنا لكل ده؟ ايه اللي خلى الحب ده كله يضيع من حياتنا ونعيش في حيرة وملل؟ مش هي دي اليوم ما اتجوزنا قالت لي ان ده اسعد يوم في حياتي؟ يا ترى هي اللي اتغيرت ولا انا اللي ما قدرتش افهمها؟ يا ترى هي اللي ظلمتني ولا انا اللي كنت اناني لدرجة اني رفضت اقدم اي تنازلات عشانها؟ طب هي عمل التنازلات عشاني؟ انت يا محسن يا بنتي مش ناويه ترجعي بيت جوزك ولا ايه؟ يا سلام يا بابا، ارجع؟ مش شايف عمايله؟ ده بيستخسر فيا حتى حته فستان. يا بنتي ما احنا تفاهمنا في هذا وقلنا لازم تعرفي ظروفه. يعني هي مش من حقها تقلع وتلبس زي غيرها؟ ولا عايزه تتشرشح وتلبس هدوم دمور؟ احنا ما كناش بنجوز بنتنا عشان خاطر تتبهدل. بس من فضلك انت اسكتي، شوفي جرس الباب. طيب اخوي. يا بنتي لازم تعرفي بيتك محتاج ايه في الاول، وبعدين تعرفي قدرة جهودك المالية عشان تعيشي سعيدة ومرتاحة زي اخواتك. فتحي اهلا اهلا يا حبيبي. اهلا. صباح الخير. صباح النور. ايه في ايه مالك؟ ولا حاجة. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ابني. ايه مالك؟ مفيش. مفيش ازاي؟ باين عليك تعبان. نوال مالها؟ عايزة تتطلق. سلام قولا من رب الرحيم. تتطلق ليه يا حبيبي؟ في ايه؟ كلم. روح انت شوفي الباب. ايه يا حبيبي؟ ايه يا ابني؟ ايه الحكايه؟ فهمني. اهلا ممدوح، خش شوف مصيبة اخوك. خليني في مصيبتي انا الاول يا ماما. مصيبتك؟ مصيبة ايه انت راخر؟ في ايه كفل الشر؟ ما تتكلم. قول. انا مفيش حاجة خطيرة، ما تتخضوش. منى مراتي. مالها؟ عايزة تتطلق. يا دي المصيبة. طلع في عينك من نفلو. هو انا اصطبعت بوش مين؟ الله، ايه الكلام الفارغ ده؟ انتوا متفقين مع بعض؟ يا بابا بقول لحضرتك هما اللي عايزين يطلقونا مش احنا. مفيش واحدة ابدا تفكر في خراب بيتها. اكيد عمايلكم السودة هي اللي خلتهم يفكروا في الطلاق. مش مهم دلوقتي مين اللي فكر، المهم اننا وصلنا للطلاق. انتوا فاكرين بنات الناس ايه؟ لعبة؟ تاخدوا بنات الناس تتجوزوهم وتبهدلوهم وبعدين عايزين تطلقوهم. وانت يا سيدي ايه اللي عملته ده؟ والله ابدا يا ماما، فيما يتعلق بي انا يقال ان انا تصرفت شويه تصرفات فيها شويه حريه. انا عارفك طول عمرك واد لعبي. انا ياما نصحتك وقلت لك لازم تفرق ما بين حياتك قبل الجواز وما بين حياتك بعد الجواز. ابوك قبل ما يتجوز كان مقطع السمكه وديلها، ولما اتجوزني خلاص ما بقاش في الا انا. ما انت كمان تهد جبل المقطم يا فندم. خلونا في مشاكلنا احنا. وانت يا سي فتحي مش دي نوال اللي انت جريت وراها وحبيتها واخترتها بنفسك؟ ايوه ايوه ايوه، بس في عيوب كتيره بتظهر بعد الجواز. وليه ما تكونش العيوب دي ظهرت فيك وما انتش داري؟ انا مانيش صغير اقدر اميز كويس قوي حقوقي من واجباتي. يا ابني يا حبيبي ربنا. من فضلك اسكتي انت، خليني اكمل كلامي، خليني اعرف اربي الاولاد. ما انت طول عمرك بتتكلم عملت ايه؟ قصدك ايه يا ست هاني؟ مش هم دول الصبيان اللي دايما تقول لي سيبيني انا اعرف اربيهم ازاي؟
يعني تربيه البنت هي اللي فرحت؟ ما هي مطلعه عين جوزها هي وقرفاه من تصرفاتها البايخه اللي اتعلمتها منك. من انا؟ لا من عينك. يا جماعه صلوا على النبي، صلوا على النبي. ما انتش عارف اعمل ايه؟ طيب بس برضو هدوا اعصابكم يعني، برضو ماما انت شويه من ناحيتك وبابا من شويه من ناحيتك. نستحمل بعض والحياه كده. يا سلام، لما انت عاقل كده امال متنيل في عيشتك ليه؟ شوفي الجرس، شوفي مين تاني. طيب يا اخويا. سعيد يا طنط. سعيد يا حبيبي. اتفضل يا استاذ متولي. ايه ده؟ اتفضل. يا اهلا وسهلا. اتفضل. سعيد يا عم. اهلا. مين ده؟ ده الاستاذ متولي مأذون العيلة. مجوز نص العيلة ومطلق النص التاني، شغال بالشهر عندنا. طب وجايبه ليه؟ أنا جايبه هنا بصراحة هتدوني مراتي اتطلق. طلق. بنتي يا معاصر. نعم يا بابا. قومي روحي مع جوزك. بابا. امشي يا بنتي يلا روحي مع كلامك. يا شهم يا عمي يلا حبيبي ربنا يديك. اسمع يا دكتور تاخد بالك منها ومعلش ما تزعلهاش. يا طنط دي محاسن بالنسبه لي. الفيل صديقي ده عليا. فيل؟ اتفضلي اتفضلي. ده اللي موديني في داهيه يا مؤاخذه يا استاذ متولي. اتعشى انت وحصلني على العياده. اتعشى فين يا ابني؟ اتعشى عنده هناك. مع السلامه يا استاذ. مع السلامه. وانت خش البسي عشان نلحق منى نوال اوام، نلحق المصيبه قبل ما تحصل. طلاق 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 يا خبر اسود. مالك يا مصطفى في ايه؟ الماهية كانت في جيب النهارده الصبح ولما رحت العيادة مش لاقيها. هو انا ما قلتلكش؟ لا. بصي يا حياتي ايه رأيك في الخاتم ده؟ ها؟ مش معقول. تحفة. مش معقول. تحفة. يا حبيبتي يا معب عزيز. حبيبي. هخلف هخلف بسميها شمامة. أنا غلطان وحرمت. ممكن تسامحني؟ ممكن سؤال في الحب؟ اتفضلي. لو حصل خلاف بين اتنين متجوزين ممكن يرجعوا لبعض بنفس الحب اللي كان بينهم في الأول لو كل واحد حس بغلطته؟ لو كل واحد حس